بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عبر قنوات عين. Hello my students. How are you everyone? All good. الحمد لله. نبدأ الدرس لهذا اليوم المرحلة التأهيلية لصفوف التربية الفكرية الصف الأول التأهيلي الفصل الدراسي الأول المادة لغة إنجليزية موضوع الدرس Numbers number 16 and number 17 معكم إلهام الهويش Online Class Rules قوانين التعلم عن بعد Be on time فلنتواجد في الوقت المحدد Sit in one spot during class نجلس في مكان واحد فقط طوال مدة عرض الدرس Act like you're at school فلنتصرف ونتظاهر كما لو كنا في مدرسة حقيقية Listen فلنستمع بانتباه No eating during class يمنع الأكل أثناء عرض الدرس Have fun and do your best. فلنمرح ونفعل ما بوسعنا. Listen to is numbers. من يتذكر ماذا تعني كلمة numbers? Excellent. Numbers تعني الأرقام أو الأعداد. لذلك سيكون الهدف العام لهذا الدرس: Main objective. After this lesson, my students will be able to count to number 17. مع انتهاء هذا الدرس بإذن الله ستتمكنون يا طلابي من العد حتى رقم سبعة عشر Learning objectives أهداف هذا الدرس After this lesson my students will be able to مع انتهاء هذه الحصة ستتمكنون يا طلابي من Read and represent number 17 العد أو عفوا قراءة وإعادة تمثيل العدد سبعة عشر count 17 objects عد 17 عنصرا compose number 17 او بما يسمى بمدلول العدد 17 now let's read ماذا تعني كلمة read نقرأ أحسنتم let's read together one two three four Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, Seventeen. Excellent, great job. Where is the new number? أين هو العدد الجديد Great job. It's number seventeen. Repeat it after me. Seventeen. 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 17. Excellent. Now let's count! ماذا سنعد اليوم؟ سنقوم بعد حبات الخرز حتى نصنع قلادة جميلة. Let's start! One let's count. One two

Fifteen Excellent Sixteen Excellent And Seventeen قمنا بصناعة قلادة جميلة لنبدأ بعد حبات الخرز One Two Three Four

نستطيع صنع هذا النشاط في المنزل وإذا لم يتوفر لدينا الخرز نستطيع استخدام حبات المكرونة لصناعة القلادة المكونة من كم عدد الحبات الخرز أو المكرونة؟ 17 أحسنتم Now open your book page 194 صفحة 174 Practice number one التمرين الأول count and say. ماذا تعني كلمة count؟ نعد احسنتم سي نقول نبدا بالعد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 احسنتم 12, 13, 14, 15 and 16 16 16 16 excellent لنقوم بعد البطات واحد sorry one two three four احسنتم five six seven eight nine ten Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, and 17 great job Seventeen, 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 seventeen. 17. excellent Open your book page 195 صفحة 195 Practice number two. Choose and match. نختار ونوصل. لنبدأ بالعد. How many dolphins? كم عدد الدلافين الموجودة؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, أحسنتم. 12, great job. 13, 14, 15 and 16. Where is number 16? أحسنتم. نقوم بالتوصيل بهذا الشكل. ننظر للمربع التالي: How many elephants? كم فيل موجود في هذا المربع؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nine, 10, 11, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, and 17 where is number 17 ah santom ra طلابي ya صفحه 195 ستكون واجب منزلي سبق وان قمنا بتلوين نمبر 16 باللون الازرق سنقوم باكمال هذا النشاط في المنزل ونلون نمبر 17 باللون الاحمر بهذا الشكل نلون نمبر 17 باللون الاحمر Page 197, صفحة 197, Practice Number 5, Trace and Say, نكتب على النقط ثم نقول. نكتب Number 16. Number 16 سهل جدا قمنا بحله في الأسبوع الماضي. والآن نكتب Number 17. 1 and 7. نكتب فقط على النقط. 17 Excellent Recommendations أو التوصيات: Do your homework، do your homework، نكتب number 17 five times in a notebook أو في أي ورقة خارجية. Practice نتدرب، نتدرب على ماذا؟ فقط الكتابة، نطق number 17، معرفة شكل number 17، عد الأشياء حتى number 17. Be prepared for the next class. نستعد جيدا للدرس القادم and listen to an English language. نستمع دائما إلى اللغة الإنجليزية من خلال قناة عين أو البرامج التعليمية الأخرى باللغة الإنجليزية. لماذا؟ حتى تزداد عدد كلماتنا باللغة الإنجليزية وتصبح هذه اللغة أكثر سهولة. درس اليوم all about number 17. Great job. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.